حاولنا في برنامج أجندة أن نتناول ونلامس الأسئلة السياسية الضرورية للمشاهد اليمني. حلمنا بمؤسسة إعلامية ذات معايير مهنية ودرجة عالية من الاحترام. بلقيس حققت هذا الحلم ونسعى لاستمرارية نجاحها. جاءت قناة بلقيس في لحظة فارقة من الزمن وواكبت الأحداث لحظة بلحظة في الميدان. وراء كل خبر نقدمه لكم يقف طاقم كبير من أجل إيصال أصواتكم للعالم. في عامين في برنامج لست وحدك على قناة بلقيس رصدنا أغلب انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. تضامننا مع الضحايا وقدمنا للجمهور وعي حقوقي. بلقيس عامان من الانطلاق تستمر في رسالتها لتكون صوت اليمنيين في الداخل والخارج. كنا معكم في المساء اليمني، سمعنا أصواتكم وشاركنا همومكم وواكبنا أحداثكم لأننا منكم.